عفوا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما كما جرت العادة، نرفع شارة النصر عالية للرجال الأحرار، النساء الحرائر. صحاب الكيش البركاسة، انتهازين، تيكالين، بيطاحيين، السميرية، فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمرهم. الاتكاليون اللي تيبغوا ياكلوا الشوك بفم الآخرين، اللي قال لك تنتظروا واحد ياكلوها باردة، والله يبرد لكم القلب إن شاء الله، الله يبرد لكم القلب، باردين القلب، باردين القلوب. فنحن منذ سنتين مستمرين، آمنا بهذه المظلومية، وغادي نمشو جيسكو بو، جيسكو بو. إخلاقيا لابد أن نواصل الدفاع عن الحقوق ديالنا في مقدمتهم المقدمة، هم ضحايا الزنزانة التاسعة، المادة 112، المادة 112. أي واحد ما استافش من المادة 112 هو اللي عنده الأولوية وتقاعد. اللي استفد من المادة 112، يعني اللي داز من التاسع للعاشر بست سنوات، فليذهب إلى مزبلة التاريخ. هذاك راه ما بقاش، راه ما كانش ضحية في الوقت اللي جابوه من 2012 حتى 2018، ودوزوا هادو اللي كانوا استافدوا من المادة 112 وترقاو بست سنوات، وترقاو أكثر من ربعات المرات، كانوا مدررين وغا مدررين، ما يعرفوا لا يعرفون كيف تحرر او يحررون ما رسالة ادارية، ولكن شي حريرة كانوا تحرروا هذيك الساعة. وكيف يحرروا، يقوم بتحرير رسالة ادارية، الله ما كانش يعرفها، لا يعرف لونطيت ديالها ولا يعرف كيفاش تترسل. اصدقوا هذوك هما اللي خداو الاونز، وما عرفوا هذاك الاونز من جاهم، لا هو ولا داك الرابيد، ولكن بنو تيدو دوك الشميت، دوك الشميت اللي دوزوهم، الشميت اللي وقفوا معاهم وقساو سيادهم، قساو سيادهم، الناس اللي كانت عندهم الاحقيه، اللي كانت اللوائح ديال الترقيه ديالهم كاينه وصادره قبل ما يترقاو. ترقيه استثنائيه، ترخيص استثنائي، يعني ترخيص استثنائي موقع من طرف الوزير الاول انذاك، وزير الماليه وتحضير القطاع، وضربوا كل شيء في الصفر ودوزوا الكنانم، لان الكنيمة تدوز كنيمة. جاء قسى كلشي ما قبل 2016، وقال لك احتفظ غير بالمزاولين، خربوها وجلسوا على تلا الشميت، وباقيين الشميت لينا فعلا، كاينين الشميت اللي يستاهلوا الاقصاء، يعني كاينين الشميت يستاهلوا الاقصاء، لان العمل النضالي هو عمل في الاتحاد، تضامني، عمل تضامني وليس عمل فردي، وليس عمل فردي. انك سير تضحي ماديا معنويا من وقتك، طلع للحبس، خرج من الحبس، دبر راسك، هما يعني تتبرد، وراهم هما راه غادي يستافدوا. أصحاب هذه العقليات فليذهبوا إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ، لأن النضال مسألة أخلاقية، ومسألة مبدأ، ومسألة إيمان، مسألة إيمان. من هنا أعرج، واللي عجبني وأثار انتباهي وأعطى درس في الاتحاد والتضامن والنضال الوحداوي، هم أصحاب الإدارة التربوية، الإدارة التربوية. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وأن ينالوا حقوقهم كاملة مكتملة غير منقوصة. أعطوا درس في الاتحاد والتضامن الوحداوي، عندما أعلنوا عن اتحاد تضامن، كلهم جمعوا تحت لواء واحد من اجل الدفاع عن حقوقهم، وفعلا غادي ياخذوا الحقوق ديالهم.
ثلاثات الجمعيات ديال الإدارة التربوية دي قدروا باش يوحدوا النضال ديالهم، وهذا هو اللي كان مطلوب، لأن ضياع الحقوق ضاعت مني كل واحد تيقلب على كرموستو، تيقلب على كرموستو كما في داروا في الملف ديال ضحايا النظامين، تقسموا الربعات التنسيقيات، ربعات التنسيقيات كل واحد تيقلب على مصلحته الآنية الأنانية المفرطة. أما أصحاب الإدارة التربوية نرفع لهم قبعة، يعني قبعة عالية، وصارت مصر عالية، لأن هذا هو العمل يعني الصائب، هو التضامن الوحدوي والاتحاد، لأن في الاتحاد قوة. في الوقت اللي تسموا أنفسهم ضحايا النظامين، تشردموا إلى فئات وإلى تنسيقيات، كل واحدة تضرب الأخرى، وكل واحدة تتقتل الآخر، وحتى داخل نفس التنسيقية شي تشرق وشي تغرب وشي جالس تيتفرج، تاتبرد قال لك وياكلوا، دازو راحت عن هاني ديزين، ما دازوش راه ما خسرنا والو. اما نحن ما عمرنا غنحطوا السلاح، عمرنا غنحطوا السلاح نهائيا حتى ناخذوا الحقوق ديالنا. اذا من هنا اعرج على الاداره التربويه، وفعلا علاش خاصهم ياخذوا الحقوق ديالهم، لانهم في الاتفاق اللي قبل من كان السيد امزازي، عفوا حطوا نديرو من كان امزازي، وكان الاتفاق كانوا اتفقوا تقريبا من ابتداء من 2015 باش يبداو، او 1 يناير 2016 يعني باثار رجعي، وخاص تخرج مراسيم، تخرج مرسوم يعني يكون بأثر رجعي، ويدخلت الإسناد، يدخل الإسناد أنهما يعني بالنسبة لأصحاب المسلك راه هما هذوك هما اللي كانوا باغيين يعني يحلوا لهم المشكل ديالهم ويغيروا لهم الإطار ديال المتصرف، في حين أن الناس ديال الإسناد راه خدموا يعني الإدارة التربوية، خدموها وكانت لهم واحد الدعامة بالنسبة داخل المنظومة التعليمية والتربوية، وهم لو مايون انترميديير بين الإدارة المركزية وبين هيئة التدريس التي تفعل وتنزل وتقوم بالأجراء في الوقت اللي بغاو يهزوهم ويلوحوهم، وبغاو يديروا لهم احتساب، الاحتساب يعني سريان المفعول هو تاريخ صدور والنشر ديال المرسوم، وهذا حيف، فيه حيف، لان غادي يضيع الاخرين اللي قبل واللي تقاعدوا الى اخره. نفس الشيء بالنسبه يعني للدرجه الجديده، الدرجه الجديده اللي بغاو يعني ما يدخلوه في النظام الاساسي الجديد. النظام الاساسي الجديد راه ما غي يتنزل ويقوم بالاجراء ديالو ديال 1/1/2023، ومن ثم غادي تاريخ النشر ديالو في الجريده الرسميه، الصدور ديالو يعني تاريخ الاصدار ديالو، ولكن تاريخ النشر في الجريده الرسميه هو اللي تيكون تاريخ سريان المفعول المالي والاداري، او تاريخ سير المفعول ديالو بصفه عامه، التفعيل ديالو الاجراء كما داروا في النظام الاساسي من جابوه ديال 2003، وصدر في 10 فبراير 2003، ولكن من نشروه 13/2/2003 في الوقت اللي من يبغاو يدوزوا المتقاعدين دوك 3000 ديال الاعدادي الذين لا يسبق انهم كانوا معلمين، دوزوهم من 97 حتى 12/2/2003، ولاو متقاعدين مستافدين ومتقاعدين غير مستفيدين. اللي تيفصلهم هو اللي وقف لهم تاريخ النشر ديال النظام الاساسي. إذا التخوف ديالهم راه هو سواء ديال الإدارة التربوية
سواء ديال الناس اللي يعني باقي ما استافدوش يعني من خارج الإطار الدرجة الجديدة، فيعني التخوف ديالهم راه يصب في يعني معقول، شيء معقول. أنا اتصلت واحد، تلاقيت مع واحد صديق وديز تقريبا تا هو الأونسي 2011 تقاعد تقريبا 2020، إذن على شي داير، وكاين اللي داخل كما قلنا يعني في 2003 داز الأونز 18 سنة ويتقاعد وما يستافش من أوريشيل، فهم خصهم حقهم في أوريشيل. على هذا الكابينيت نظرت نحل وتنقول هذا الشيء، تنقوله منطقي، ما عندنا حتى شي داخل، ولكن اللي هو منطقي واقعي خاصو يكون يعني الابتدائي والاعدادي تا هما راه خاصهم اوريشيل. خاصهم يكون عندهم اوريشيل، سواء اللي باقي مزاول سواء اللي تقاعد. راه كاين اللي تقاعد عنده 20 عام في 18 سنة تقريبا في اوريشيل بالنسبة للابتدائي، ولا 17 سنة، وغادي يجي وحدين غا من وراهم من غادي تفتح اوريشيل وغادي يدوزو. يقدر واحد يكون ما دخل حتى 2015، اللي دخل الاونز واللي باقي مزاول ياخذ اوريشيل في النظام الاساسي الجديد. واحد عنده 18 سنة في السلم الحادي عشر ويتمنع ويحرم لانه تقاعد. اذا دات ريفيرونس خصهم يبقاو محتفظين بالتاريخ المرجعي الاول ديال 1/1/2016 في اي حل داروا، سواء بالنسبه للاداره التربويه، سواء بالنسبه يعني الترقيه خارج السلم، او فتح باب الترقي الى الدرجه الممتازه او الدرجه الجديده او اوريش، كل شيء هادشي عندهم مصطلح واحد. ودرت هذا الفيديو لانني ما غادي خارج يعني متوجهين ان شاء الله ننشد يعني الانصاف، رغم يعني بعض المتخاذلين الذين لا يقدمون شيء لهذه المظلوميه، باركنا على الخوال الخاوي انبطاحيين اتكاليين، فهادو فليذهبوا الى مزبلة التاريخ. اما نهار 28 راه غادي يبان الخيط الابيض من الخيط الاسود، ونحيي كل واحد استطاع باش يعني يدافع باش يكون الملف ديالو ضمن الملفات التي ستعالج ويتم تنزيلها، وأجرأت ابتداء وسريعا المفعول ديال ابتداء من 2022. أنا دائما أحيي الناس اللي فعلا تيدحوا تناضلوا وتيوحدوا النضال. هذا يعني الإدارة التربوية فعلا يعني عجبني فعلا داك يعني التضامن ديالهم بثلاثه، يعني ثلاثه الجمعيات باش يعني تكون عندهم واحد قاسم مشترك ويكون عندهم واحد التفاهم بيناتهم، راه ماشي سهله، راه غير داخل نفس التنسيقيه او داخل نفس الجمعيه او اللجنه تتلقى تصدع. اذا هذاك الشيء علاش تنرفعوا لهم قبعه عاليا، وفعلا غادي ينجحوا في يعني الأهداف التي يعني رسموها ويعني يسعون إليها. أما هاد المشكلة عندنا حنايا ديال ضحايا النظامين والملف اللي تم إضافة الفوجين 93-94 لأنهم تم تخرجوا بالثامن إلى آخره، هذا الملف كانت فيه واحد جوج أخطاء جسيمة التي على اساسها يعني بنينا هذه المظلوميه عندنا. اول شيء ان هذاك المرسوم جوج 19504 من جا المره الاولى احتفظ بالتاريخ المرجعي ديال 1/1/2016،
وكان فقط غادي يرقي غير من 1/1/2016 وما بعد. 1/1/2016 وما بعد. من بعد يعني كانت بلا ما غنقولوا اشكال، عاودوا تاني حاولوا باش يقنعوا الوزير، والوزير حاول باش يقنع الحكومة ووزير المالية والإصلاح الإدارة إلى آخره، القطاعات الأخرى المتدخلة، ووافقوا وعاود دوزوا تاني متقاعدين اللي كانوا مقصيين من 2012 إلى 2015. إذا الخطأ الأول ولا بوي الأول والدعم اللي تدعم المظلومية ديالنا حنا، ان من اللي تقاعد من 2012 حتى 2015 كان مقصي. اذا ما كانش خاصهم يدوزوه، يا يدوزوا كل شيء ابتداء من 2003 يا ما يدوزوا حتى شي واحد، يدوزوا فقط كما من داروا الترقيبات الرجعي ابتداء من 1/1/2016. اذا اللي داخل في ذاك المرسوم هو اللي يترقى فقط. هذه يعني الخطأ الجسيم الاول والدعامة اللي تدعم لنا المظلوميه ديالنا. الدعامة الثانية وهي أن 4600 اللي يعني ضمنوهم في داخل هذاك المرسوم جوج 19504 ديال المرتبين اللي حسبوهم كمرتبون في السلم التاسع وهم خريجي السلم التاسع، اللي فهم الوزير بانهم هادو هما ضحايا النظام، ضحايا الزنزانه التاسعه، لانه قال استغربوا اللي كاينين شي واحدين باقيين تيهضروا على الزنزانه التاسعه. ولكن الوزير ما كانش فاهم لانه ما غادي يفهمش كل شيء، هو تيفهم داكشي اللي تيقولوا ليه من تيسولهم، هذاكشي اللي تيقولوا ليه راه هو اللي تيفهموه ليه، داكشي اللي بغاو يفهموه راه هو اللي تيفهم. بالنسبه لي هذوك ضحايا الزنزانيه، الزنزانه التاسعه 4600 راه دوزهم كاملين بقى تحت، وهما قلنا لكم خريجي السلم التاسع 2012 2013 عندهم غير 6 سنوات ودوزهم كاملين مره واحده خلال دفعات دفعتين تقريبا، مبقاتش 10 بعض الحالات. اذا هادو ما كانش خاصهم يكونوا في المرسوم جوج 19504 لان ضحايا النظامين الاعتراف ديالو او الاعتراف به جاء على اساس يعني تيستهدف المعلمين السابقين، قدماء المعلمين اللي توظفوا بالسابع وبالثامن واللي توظفوا من 1972 الى غايه 1986. اذا هاد 4600 اللي هما تخرجوا بالسلم التاسع في 2012 2013، اولا تخرجوا في 2012 2013 يعني ما كانينش ضمن الاحصاء ديال اللي توظف من 1972 الى غايه 1986 اللي هما 55978 مزاولون ومحرم المعاش ومتوفون رحمهم. ثانيا انهم ما توظفوا لا بالسابع ولا بالثامن وليسوا من شيوخ التربيه والتعليم، بل هم حديث التوظيف بالسلم التاسع في 2012 2013، وعليه فهادو خريج السلم التاسع كان خاصهم يكونوا مع خريج السلم التاسع ديال 95 في الملف ديال الزنزانة العاشرة ديال اللي تخرج بالتاسع من 95 تل 2005. زيادة عن دوك المكلفين، مكلفين 127 واحد اللي جابوه وضافوهم الى هذاك المرسوم ديال 19504 ورقاهم باثر رجعي من 2006 حتى 2010. اذا هذاك المرسوم 19504 بدلا ما كانوا يجيبوا اللي تخرجوا بالسلم التاسع كان خاصهم
يكون في هذاك المرسوم المرتبون لباقين مرتبين في السلم التاسع في 2019، وتوظفوا بالسابع وبالثامن، وتقاعدوا بالتاسع بعد 37 سنة ديال العمل. وكان خاصو يكون في هذاك المرسوم بدلا ما يكونوا خريجي السلم التاسع اللي عندهم 6 سنين، يكونوا المتقاعدين لأفواج 2003 2004 2005 اللي كانوا ترقاو ترقية استثنائية بالمادة 112 وبترخيص استثنائي، ونشرت لوائح ديال الترقية ديالهم بأكثر من 3 سنوات قبل ما يتقاعدوا، وطبقوا فيهم الكوطة اللعينة، واحتجوا هذيك الساعة بأن السيولة المالية غير كافية اللي برزعوها. رحنا قلنا لكم فين برزعوها، عرفنا فين برزعوها، الملايير المملياره. اذا هذه الدعامات وهذه الاختلالات التي جات في هذاك المرسوم 19504 هو ما يدفعنا ان تكون الاولويه ديال ضحايا الزنزانه التاسعه اللي في الوقت اللي كان خصو في 2019 يترقاو ويكونوا في ضيفنا هذاك المرسوم، لانهم هما هذاك المرسوم ديالهم، لانهم طوطوا بالسابع وبالثامن وتحصاو من 72 حتى 86، وكانوا مرقيين قبل ما يتقاعدوا، قبل ما يتحذفوا من الاسلاك. اذا كان هادو هما الاولين يكونوا تما، وايضا اللي تقاعدوا بالتاسع من 2012 حتى 2018 تا هما كان خاصهم يكونوا في هذاك المرسوم. اذا الان الاولويه راه بانت شكون اللي خاص يكون عنده الاولويه، ودائما نسبقوا السلالم التي في طور الانقراض حتى تنكملوها اللي تندوزوا يعني الترقيه الى السلالم الاخرى، او فتح باب الترقي الى خارج يعني السلم. هذاك الشيء تيكون بالتدرج كما تتقولوا، وغيكون بالتدرج. اذا نكتفي بهذه المداخله اللي بانت لي دابا، ومن بعد ان شاء الله يكون خير. دائما اخوة والاخوات الفاضلات والافاضل الشرفاء والشريفات فقط هما اللي تنحترمهم، ونكون لهم كل الاحترام، ونرفع شارة النصر عالية لكل يعني الغيورين عن حقوقهم، الغيورين عن حقوقهم واللي تدافعوا الحقوق ديالهم وتتضامنوا فيما بينهم، تتضامنوا فيما بينهم. ولولا التضامن، واخا هذوك ما كانوش عندهم، بالنسبة لي انا ما عندهمش حق، ما عندهمش الاسباقية اللي من 2012 حتى 2018، خصوصا من 2018 وبعد، هذاك هو اللي كان تيعرف ليهم، هذاك هو اللي كان تيعرف ليهم، تيقلع عليهم الباقيات. كانوا متضامنين بيناتهم وكانوا متماسكين داك الشيء باش يربحوا هذاك الملف، واخا ما كانش هما من حقهم يدوزوا صدقوا من ديزين، رغم حنا راه عارفين اشياء اخرى كيفاش دازوا، لكن لحد الان لحد هذه الساعه نقول لكم تشاو، ورا باقيين بونجوت. يلا تبارك الله عليكم.